والأرض وضعها منة الله للأنام. قالوا الأنام الإنس، وقالوا الأنام الثقلان الإنس والجن، وقالوا الأنام كل كائن حي. الأرض وضعها للأنام. بظاهر الآية ذهب العلماء إلى أنه لا حياة لأحياء، والعلم عند الله في سائر الكواكب الموجودة في الفضاء إلا في الأرض. قالوا بنص هذه الآية كأنما حصر الله تعالى حياة الأحياء في الأرض، الأرض وضعها للأنام. وماذا تساوي الأرض بجانب هذا الكون وهذا الفضاء؟ ماذا تساوي؟ كالذرة. ولكن جعل الله تعالى فيها سبل العيش وسبل الحياة، وذللها الله تعالى، وجعل العباد لهم فيها معايش، وأخرج منها ماءها ومرعاها، وجعل لهم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وجعلها ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وجعلها مهدة، وجعلها مهادة، وجعلها قرارة. كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، منة الله جل وعلا على عباده. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الأكمام قالوا إشارة إلى طلح النخل الذي يلقح به الذكر، لأنه يكون في أكمام، مغلق في أكمام، فهذا ما خص به الله تعالى النخل على سائر الأشجار. والنخل أشبه الشجر بالإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النخل ذات الأكمام. فيلفت الله تعالى إلى آية الأكمام، والنخل ذات الأكمام. قالوا الأكمام أي ما يجعل الله تعالى من شوك ليحمي الله تعالى التمر، فهذه هي الأكمام. والأكمام الصبيطة التي فيها التمر، والأكمام سعف النخل الذي يمنع سبط التمر من الوقوع إذا أصبح ثقيلا، يثبته الله تعالى بما تحته من السعف. النخل ذات الأكمام. وبعضهم قال الأكمام أي الطول، يكون كقول الله تعالى والنخل باسقات أي عاليات.